أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to solve exercise 4 which is entitled Intervals. Exercise number 1 بيقول لي complete the following table. زي ما انتم شايفين مديني هنا الـ Interval وبيديني هنا الـ Expression by a Description Method ومديني هنا Representation على Number Line. يبقى انت هتشوف الانترفل تعمل الاكسبريشن بالديسكريبشن ميثود وبعد كده ترسمها على النمبر لاين. هنا مديني الانترفل دي كلوزد عند ال1 واوبن عند ال3، يبقى اما اجي اعمل لها ريبريزنتيشن بالديسكريبشن ميثود بنقول ان هي كل الاكسز وير الاكس عندك هنا جريتر ذان اور ايكوال ال1 اند ليس ذان الايه ال3 والاكس بيلونجز تو الايه تول ار. خد بالك هنا احنا حطينا علامة الايكواليتي مع ال1 عشان هي كلوزد عند ال1، وهنا خليناها اوبن ما حطيناش الايكواليتي عشان هي اوبن عند ال3. طب نيجي هنا عند ال1 شيدد وعند ال3 اوبن، تبقى كده وتعمل كده وتظلل ايه وتظلل مبني. طيب هنا بديها لك بالديسكريبشن ميثود وبيقول لك هاتها لي كده. طب انت عندك هنا الاكس جريتر ذان ال0 واللي الزانور ايكوال 3، يبقى 0 وال3 وعندي 3 ايه كلوزد. نيجي هنا عند ال0 عند ال3. طيب نيجي نشوف هنا الانترفال ما بين نيجاتيف 2 وما بين 3 والاثنين انشيدد، يعني الاثنين ايه الاثنين اوبن، يبقى نيجاتيف 2 وايه و3، وهنا كل الاكسز وير الاكس از جريتر ذان نيجاتيف 2 اند ليس ذان ايه 3 والاكس بتبلونجز تو الايه بتبلونجز تو الار. طيب نيجاتيف انفينيتي 1 يبقى دي عباره عن كل الاكسز وير الاكس ليس ذان اور ايكوال ايه 1. ليه ليس ذان اور ايكوال؟ لان اقل من ال1 اللي هو كل الزيرو وكل النيجاتيف. طب اور ايكوال ليه؟ عشان هي عند ال1 closed and the x belongs to the للR. لما نيجي نعمل representation يبقى عندي ال1 shaded كده وبعد كده تعمل كده وتظلل دي كده. اللي بعد كده unlimited interval بدء عندك من ال0 لحد الانفينيتي، يبقى 0 وانفينيتي تبقى عباره عن كل الاكسز وير الاكس از جريتر ذان الايه الزيرو، ما حطيتش اور ايكوال عشان هي هنا نوت شيدد اند الاكس بتبلونجز تو الايه تو الار. اللي بعد كده بيقول لي الاكس ليس ذان الفور، طالما ليس ذان الفور يبقى من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الايه الفور، الفور مش معي يبقى هنا ايه اوبن، يبقى عندي من اول الفور وامشي لحد الايه النيجاتيف انفينيتي. طيب هنا من اول النيجاتيف 2 والنيجاتيف 2 معايا لحد الانفينيتي، يبقى دي كل الاكسز وير الاكس از جريتر ذان اور ايكوال الايه النيجاتيف 2 اند الاكس بيلونجز تو الار، وهنا هيبقى من اول النيجاتيف 2 والنيجاتيف 2 معايا لحد مين؟ لحد الانفينيتي. طيب نيجي اللي بعد كده. choose the correct answer from the given ones. اول حاجه عندك بيقول لك الار، الار بتيكوال ايه؟ الار احنا قلنا بتيكوال الار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف يونيون 0 او كيو يونيون كيو داش. نيجي نشوف مين اللي موجود فيهم هنا. هنا عندي ار بوزيتيف انترسكشن ار نيجاتيف، ما ينفعش. ار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف ناقص الزيرو يبقى ما ينفعش. بص دي الانترفال من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي. تمام الانترفال دي تمام من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي ينفع تبقى الار. طب هنا الكيو انترسكشن كيو داش، خد بالك لو قال لك يونيون كيو داش يبقى اختار بردك الايه ال دي. طيب الار بوزيتيف، الار بوزيتيف كل البوزيتيف هنا من اول الزيرو لحد الانفينيتي، خد بالك الزيرو مش معاك طبعا، عمرك ما هتبص للنيجاتيف انفينيتي دي ولا النيجاتيف انفينيتي دي. يبقى عندي الانترفال دي والزيرو مش معايا ولا الانترفال دي والزيرو معايا؟ احنا قلنا ان الار بوزيتيف ما فيهاش الايه الزيرو وبالتالي يبقى هي دي. طيب الار نيجاتيف،
ال R نيجاتيف ده بي ايكوال معايا، هيبقى يا اما دي يا اما دي عشان اتنين فيهم نيجاتيف. طب دي والزيرو مش معاك ولا دي والزيرو معاك؟ لا ال R نيجاتيف بردك الزيرو مش موجود فيها، يبقى هنختار ايه؟ هنختار دي. Problem 4 the set of non-negative real numbers. هنتفقنا ان كل النون نيجاتيف ده عبارة عن البوزيتيف ومعاهم الايه؟ الزيرو. تيجي نبص هنا على البوزيتيف، طبعا ده تعمل له اكسكلودنج على طول هو وده، يبقى هنبص هنا وهنبص هنا. طب هنا الزيرو مش معايا، هنا الزيرو معايا، يبقى هي دي السيت اوف ايه؟ اوف نون نيجاتيف ريل نمبرز. طيب بروبلم 5 السيت اوف نون بوزيتيف ريل نمبرز، النون بوزيتيف اللي هم كل النيجاتيفز ومعاهم الزيرو. يبقى نبص عليهم هنا نشوف هم فين، هو ديت يبقى كل النيجاتيف ومعاهم الايه؟ الزيرو عشان عندها كلوزد. طيب Exercise 3 complete each of the following using one of the symbols belongs to or doesn't belong to. هنا ال 3 belongs to الانترفل دي ولا لا؟ طبعا ال 3 عندي موجوده جوه الانترفل عشان عندها كلوز، يبقى belongs to. هنا النيجاتيف 2 هيبقى doesn't belong to الانترفل ديت عشان هي هنا open. طب ال 0 موجود طبعا في النص. هنا الـ absolute value للـ 3 اللي هي الـ 3 يبقى ايه؟ هت belong للانترفل دي. طيب الـ root 9، root 9 اللي هو الـ 3 طبعا الـ 3 موجود هنا طبعا. الـ third root للـ negative 1 اللي هو negative 1 موجود. عندك هنا مديك number times 10 to the power minus 5 belongs to the R positive ولا لا؟ خد بالك هو هنا عايز يخدعك، هو عايزك تتخيل ان 10 to the power negative 5 هيديك نيجاتيف فاليو. لا هي انت عندك البوزيتيف نمبر اهو ومعمول له تايمز 10 باور ماينس 5 اكنها بالظبط ديفيجن باي 10 باور 5، يعني اكن ده هيكوال معايا 1.3 ديفايد 100,000 اللي هو ستيل بوزيتيف نمبر بس هيبقى قليل جدا جدا، يبقى ده هيبلونجز تو الايه؟ الار بوزيتيف. روت 2 روت 2 ده 1.4 تقريبا. طب انت عندك الانترفل دي بادئه من ال 2 يبقى ايه؟ doesn't belong to الانترفل دي. هنا ال 5 وعندي انترفل من روت 5 لروت 23، ال 5 اصلا عباره عن روت 25. طب روت 25 ده بره خالص، يبقى ايه؟ ال 5 doesn't belong to الايه؟ الانترفل دي. الثيرد روت للنيجاتيف 125 اللي هي نيجاتيف 5، دي كده نيجاتيف 5. الانترفل دي بادئه من النيجاتيف 5 بس النيجاتيف 5 از نوت انكلودد، يبقى النيجاتيف 5 داز نوت بيلونج تو الايه؟ الانترفل دي. طيب اكسرسايز 4 مديني الاكس ومديني الايه ومديني الواي ومديني حبه حاجات هو عايزه. طيب تعالى نشوف الاكس. الاكس من اول ال2 لحد الايه؟ لحد ال5. والواي عندي من اول النيجاتيف 1 لحد الايه؟ لحد ال 3. تعال نشوف اول حاجه، عايز الاكس يونيون الواي. اكس يونيون الواي تعال من اولها كده لحد اخر هنا كده، يبقى كل دي، يبقى الاكس يونيون الواي يبقى من اول النيجاتيف 1 لحد الايه؟ لحد ال5. طيب نيجي نشوف هنا اكس انترسكشن واي، واضح ان هي من الحته دي مع دي. طب دي داخله معايا يبقى ال2 عندي كلوزد. طيب ال3 مش داخله لانه عايز انترسكشن، تبقى هنا وهنا، يبقى دي كده يبقى هت ايكوال معانا هنا ال2 والايه وال3. نيجي نشوف هنا الاكس ديفرنس الواي، الحاجات اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي اللي هي الجزء ايه؟ الجزء ده بس. يبقى عندي هنا من اول ال5. طيب نيجي هنا بالنسبه لل3، ال3 موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي، يبقى ال3 معايا، يبقى هي دي الانتر، يبقى دي هتيكوال معانا من اول ال3 لحد الايه؟ لحد ال5. طيب هنا الواي ديفرنس الاكس، يعني الحاجات اللي موجودة في الواي ومش موجودة في الاكس، يبقى من اول النيجاتيف 1. طيب هنا بالنسبة لي لحد ال2، ال2 موجودة في الواي وموجودة في الاكس، يبقى مش هاخدها معايا،
يبقى دي كده هتيكوال معانا نيجاتيف 1 وايه و2. الاكس كومبلمنت يعني ايه الاكس كومبلمنت؟ يعني كل اللي باقي من النمبر لاين ما عدا مين؟ ما عدا الاكس. يبقى انا عندي دي كده ودي هتبقى كده، اكتب الحته دي اللي هي هتبقى من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال2 يونيون ال5 لحد الانفينيتي. او ممكن حاجه تانية، ممكن اقول ان هي الار ديفرنس مين؟ ديفرنس الاكس نفسها اللي هي 2 والايه 2 وال5. طيب نيجي نشوف هنا الواي كومبلمنت. الواي كومبلمنت ادي عندي ال3 هاخدها والنيجاتيف 1 مش هاخدها. يبقى هي من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 1 هيبقى يونيون ال3 والايه والانفينيتي. او ممكن اقول ان هي الار ديفرنس الواي، الواي عندي من نيجاتيف 1 وال3. طيب نيجي اللي بعد كده، مديني الاكس من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال3، يبقى نيجي عند ال3 لحد النيجاتيف انفينيتي. الواي عندي من اول النيجاتيف 4 لحد البلس انفينيتي. تعالوا نشوف الحاجه اللي هو عايزها. عايز الاكس يونيون واي، طبعا واضحه ده ماشي من اول النيجاتيف ده رايح لحد النيجاتيف انفينيتي رايح لحد البلس انفينيتي، يبقى هيبقى كل النمبر لاين يبقى الاكس يونيون واي ده هيكوال معانا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد البلس انفينيتي. اكس انترسكشن واي يبقى دي معايا، طيب ودي بردك معايا، يبقى هي هتيكوال معانا النيجاتيف 4 وال3. اكس ديفرنس واي الحاجات اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي اللي هي السكشن ده، طب النيجاتيف 4 موجوده في الاكس وموجوده في الواي، يبقى مش هاخدها معايا، يبقى دي هيبقى دي كده اوبن. يبقى هي دي الحاجات اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي، يبقى دي هتيكوال معانا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 4. طيب الواي ديفرنس الاكس، الحاجات اللي موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس اللي هي الحته دي كده. طيب هنا عندي ال3 موجوده في الواي، موجوده في الاكس موجوده، يبقى مش هاخدها، يبقى هنا من اول ال3 وال3 از اوبن، يبقى عندي هتيكوال ال3 والبوزيتيف انفينيتي. طيب الاكس كومبلمنت، طيب ادي الاكس، يبقى ال3 ال3 موجوده في الاكس يبقى مش موجوده في الاكس كومبلمنت، يبقى هي دي كده، يبقى هت ايكوال نفس كلام 3 والبوزيتيف انفينيتي. الواي كومبلمنت ادي النيجاتيف 4 معايا يبقى مش هاخدها، يبقى من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف ايه النيجاتيف 4. اكسرسايز 6 بيقول لي اف اكس ايكوال من اول النيجاتيف 1 لحد ال4 والواي من اول ال3 لحد الانفينيتي ومديني الزد، فايند ذا فولوينج يوزنج النمبر لاين. يبقى هنرسم ال3 انترفلز ونشوف المطلوب مننا ايه. الاكس من اول النيجاتيف 1 لحد ال4 ادي النيجاتيف 1 وادي ال4 الواي عندي من اول ال3 لحد البوزيتيف انفينيتي الزد عندي، خد بالك بقى هنا
الزد هنا دي set of elements مش interval. يعني ال 3 عندي دي point كده وال 4 another point، يعني ال between ال 3 وال 4 مش معايا. طيب تعال نشوف المطلوب ايه. اول حاجة عايز ال x union ال y. x union y هيبقى من اول ال negative 1 لحد مين؟ لحد ال positive infinity. يبقى ده هيكوال معانا هنا اهو نيجاتيف 1 وايه وبوزيتيف انفينيتي. طيب عايز الاكس انترسكشن واي. طيب ادي الاكس وادي الواي، لما يتعمل لهم انترسكشن واضح ان السكشن ده من اول ال 3 لحد ال 4 يبقى هيكوال معايا ال 3 والايه ال 3 وال 4. طيب اللي بعديها عايز الاكس ديفرنس الواي، الحاجات اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الواي اللي هي السكشن ده. طب ال 3 موجود في الاكس وموجود في الواي، ماخدوش، يبقى ال 3 معايا كده انشيدد كده يبقى هيكوال معايا النيجاتيف 1 وايه و 3. عايز الاكس ديفرنس الزد، الحاجات اللي موجوده في الاكس ومش موجوده في الزد اللي هي كل الاكس ما عدا ال 3 والايه وال 4. طيب اللي هي هتيكوال معانا كل الاكس ما عدا ال 3 وال 4. خد بالك ال 4 داخل في مين؟ داخل في الاكس، يبقى اكنها نيجاتيف 1 وال 4 ديفرنس مين؟ ال 3 والايه وال 4. طيب ال 4 هنا ديفرنس ال 4 هنا، يبقى اكن هي ال 4 بس اعمل ده ايه؟ اعمل ده اوبن. يعني ممكن تقول نقول دي بتيكوال معانا النيجاتيف 1 و 4 وعند ال 4 اوبن ديفرنس مين؟ ال 3. كتبتها كده ماشي، كتبتها كده ماشي. طب تعالى نرسمها، يبقى هتبقى من اول النيجاتيف 1. طيب ال 3 مش معايا وال 4 مش معايا، تبقى كونتينيوس كده وشدد عند ال 3 والايه؟ عند ال 3 وال 4. طيب اللي بعديها ال y intersection z، ادي ال y و z الانترسكشن عند ال 3 وال 4، يبقى هت ايكوال ال 3 والايه وال 4. طب ال y ديفرنس الاكس، الحاجات اللي موجوده في y ومش موجوده في الاكس اللي هي السكشن ده. طب ال 4 هنا وهنا، يبقى مش هاخده معايا، يبقى عند ال 4 كده تبقى اوبن، يبقى من اول ال 4 لحد الانفينيتي. طيب عايز الاكس، الاكس كومبلمنت، يبقى هات ده كده وده كده، يبقى هنا وهنا، يبقى من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 1 الكلام ده يونيون ال 4 والايه والبوزيتيف انفينيتي، او ان هي الار ديفرنس الاكس اللي هي نيجاتيف 1 وايه و 4. طيب هنا الواي كومبلمنت، ادي ال 3 هنا تبقى اوبن، يبقى هي هتيكوال معانا هنا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الايه؟ لحد ال 3، او ممكن هي بتيكوال الار ديفرنس الواي اللي هي ال 3 والبوزيتيف انفينيتي. طيب اللي بعد كده فايند يوزنج النمبر لاين، مديني تو انترفلز وعايز الانترسكشن. طيب ادي نرسم اول انترفل النيجاتيف 1 مع ال 4 والناحيه الثانيه 2 5 والاثنين كلوزد، عايزين الانترسكشن ما بينهم. الانترسكشن واضح ان هو هيبقى في الايه؟ في السكشن ده اللي هو هيبقى ال 2 والايه؟ وال 4 والاثنين ايه؟ والاثنين عندي كلوزد، يعني هتيكوال معايا 2 ايه؟ 2 4. طيب اللي بعد كده اول انترفال من اول النيجاتيف 1 لحد ال 4 هم عايزين يونيون الايه؟ ال 2 وال 5، ادي ال 2
وادي الفايف. تعال نجيب لهم اليونيون بتاعهم، هيبقى طبعا من اول هنا لحد ايه؟ لحد هنا اللي هو نيجاتيف 1 لحد الفايف، يبقى ده هيكوال من اول النيجاتيف 1 لحد الايه؟ لحد الفايف. الانترفال اللي بعد كده من اول نيجاتيف 2 لحد الثري، وبعد كده عندي من اول الزيرو لحد الوان والاثنين اوبن. عايز الانترسكشن، واضح ان الانترسكشن هيكوال هي هي الايه؟ السكشن دي بردك وايه؟ والاثنين اوبن. يعني ده هيكوال معانا الزيرو والايه؟ والوان. اخر واحده عندي نفس التو انترفلز دول، النيجاتيف 2 لحد ال 3 والنيجاتيف والزيرو والوان. عايز اليونيون، اليونيون طبعا هيطلع الايه؟ من اول النيجاتيف 2 لحد الايه؟ لحد ال 3. يبقى هيكوال معانا نيجاتيف 2 ايه؟ و 3. بروبلم 5 بيقول لي ال 2 وال 6 ديفرنس النيجاتيف 1 وال 3. ترسم ال 2 انترفلز، ادي ال 2 اهي ومعايا ال 6 اهي، وعندي النيجاتيف 1 وال 3، ادي النيجاتيف 1 وادي ال 3. ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ واضح ان هو السكشن ايه؟ السكشن ده. ال 6 عندك واضحه اللي هي كلوز. طب نيجي نبص هنا، اللي موجود هنا ومش موجود هنا، يبقى ال 3 معايا لان ال 3 موجوده هنا ومش موجوده هنا، يبقى خدها. طالما اخدها يبقى ايه؟ يبقى كلوزد. يبقى ده هيكوال معايا ال 3 كلوزد والايه؟ وال 6. طيب اللي بعديها النيجاتيف 1 وال 3، ادي النيجاتيف 1 وال 3. الكلام ده مع ايه؟ مع ال 2 وال 6، ادي ال 2 وادي ال 6. طيب اللي موجود فوق مش موجود تحت، طبعا دي واضحه، يبقى نيجاتيف 1. هنا ال 2 موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى ما اخدهاش، يبقى هيديني من اول النيجاتيف 1 لحد الايه؟ لحد ال 2. طيب اللي بعديها نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 و 0، ادي نيجاتيف 3 ال 0 اوبن مع ال 0 وال 2 اوبن وال 2 كلوزد. طيب خد بالك هنا بقى، ده يونيون، اليونيون سهله خدها كلها. طيب لما اجي اخدها كلها يبقى من اول النيجاتيف 3 لحد مين؟ لحد ال 2. خد بالك بقى، تلاحظ ان الزيرو لا هو موجود هنا ولا هو موجود هنا، يبقى الزيرو لازم يكون ايه؟ اوبن. يبقى الانترفال دي كلها ما عدا مين؟ ما عدا الزيرو. يبقى ده هيكوال معانا من اول النيجاتيف 3 لحد ال 2 ومش معانا الايه؟ الزيرو. يبقى ديفرنس الايه؟ ديفرنس الزيرو. طيب اللي بعديها نيجاتيف 3 و 0، ادي النيجاتيف 3 وادي الزيرو، الاثنين كلوزد. طيب 0 اوبن وال 2 كلوزد. طيب هو عايز هنا ايه؟ عايز الانترسكشن، يعني اللي موجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت. طيب تيجي تبص ما عندكش غير الزيرو، هو ده اللي هنحكم فيه. طب هو موجود هنا ومش موجود هنا، يبقى ايه؟ يبقى مفيش اي انترسكشن، يبقى هتيكوال معنى ايه؟ هتيكوال فاي. اللي بعديها ال1 وال2، والنيجاتيف 2 وال4، ادي النيجاتيف 2 لحد ال4، الاثنين كلوزد. طب بيقول لك الديفرنس اللي موجود هنا ومش موجود هنا، طبعا كل ده موجود هنا، يبقى ما فيش حاجه موجوده هنا ومش موجوده هنا، وبالتالي يبقى السوليوشن سيت از ايه؟ از فاي. نمبر 10 نيجاتيف 2 4، ادي النيجاتيف 2 وادي ال 4
1 و 2. طيب اللي موجود هنا ومش موجود هنا. طب ناخد السكشن ده الاول، النيجاتيف 2 ظهر عندي. طيب هنا اللي موجود هنا ومش موجود هنا، لا ال1 موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى دي ايه؟ يبقى دي اوبن. طب نيجي نشوف السكشن ده، ال4 عندك ظهره، تبقى تشدد على طول ان هي كلوز. طب نيجي هنا ال2 موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى ما اخدهاش، يبقى السوليوشن عندك هيكوال ايه؟ يبقى السوليوشن عندي هيكوال من اول النيجاتيف 2 لحد ال1. الكلام ده يونيون مين؟ من اول ال2 لحد الايه؟ لحد ال4. نمبر 11 نيجاتيف 1 و4 5 و 7 عايز الانترسكشن، طبعا ما فيش خالص، بعاد عن بعض جدا، يبقى ايه السوليوشن سات از ايه؟ از 5. نمبر 12 عندك النيجاتيف 1 لحد ال 5 الاثنين كلوزد، وعندك هنا من اول النيجاتيف 1 لحد ال 5 اوبند، وبيقول لك الديفرنس ايه اللي موجود فوق ومش موجود تحت، واضحه اللي هي الباوندريز، يبقى جاست بوينتس، يبقى البوينت نيجاتيف 1 والبوينت ايه؟ والبوينت 5. يبقى السوليوشن هتبقى ايه؟ هيبقى السيت اوف اليمنت اللي هي نيجاتيف 1 وايه؟ و5. الاكسرسايز اللي بعد كده من اول النيجاتيف 1 لحد الانفينيتي، ادي النيجاتيف 1 لحد الانفينيتي، يبقى ماشيين كده. الانترفال الثانية من النيجاتيف 3 كلوزد لحد الفور، اللي مطلوب الايه؟ مطلوب اليونيون، يبقى من اول هنا وانت ماشي لحد ايه؟ كل ده، يبقى النيجاتيف 3 عندي كلوزد وانت ماشي لحد هنا كده، يبقى دي هتيكوال معانا من اول النيجاتيف 3 لحد الايه؟ لحد الانفينيتي. نمبر 2 من اول ال2 لحد الانفينيتي، ادي ال2 لحد الانفينيتي. الناحيه الثانيه النيجاتيف 2 وال3، 3 برضك اوبن، وعايز الانترسكشن، الانترسكشن هيبقى ايه؟ يبقى الحته دي. طيب ال2 معانا ولا مش معانا؟ موجوده هنا وهنا، ناخدها. طيب ال 3 موجوده هنا وهنا؟ لا موجوده هنا ومش موجوده هنا، يبقى ما ناخدهاش. يبقى الانترفال عندي هت ايكوال سوليوشن هيكوال ال 2 عندي كلوزد وال 3 عندي ايه؟ اوبند. اللي بعديها من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال 3، طيب الناحيه الثانيه من اول النيجاتيف 4 لحد الانفينيتي، يبقى ادي النيجاتيف 4 لحد الايه؟ الانترفال الثانيه من اول النيجاتيف 4 لحد الانفينيتي، طيب هو عايز ايه؟ عايز الانترسكشن، الانترسكشن واضح من اول هنا كده لحد هنا كده. طيب النيجاتيف 4 معايا ولا مش معايا؟ معايا النيجاتيف 4. طيب ال 3 معايا ولا مش معايا؟ معايا. يبقى هتيكوال معانا من اول النيجاتيف 4 لحد الايه؟ لحد ال 3. اللي بعديها من اول ال 2 لحد الانفينيتي، الناحية الثانية من أول النيجاتيف انفينيتي لحد ال 3، وعايز اليونيون، هو طبعا إن هي كلها إيه؟ من أول هنا لحد إيه؟ لحد هنا، كل الأر معاك. لو في يونيون وعندك انفينيتي ونيجاتيف انفينيتي، يبقى لازم هيطلع معاك السوليوشن أر. ده في حالة لما يكون التو انترفلز عند الباوندري إيه؟ كلوزد. لو أوبن هيبقى ديفرنس الإيه؟ البوينت. يبقى دي على طول هتيكوال معانا إيه؟ هتيكوال r or
هتيكوال معانا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الايه؟ لحد البوزيتيف انفينيتي. نمبر 5 من اول ال 3 لحد النيجاتيف انفينيتي الناحية التانية من نيجاتيف 1 للبوزيتيف انفينيتي ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ يعني ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ واضح ان هو السكشن ده من اول النيجاتيف 1. طب النيجاتيف 1 هنا وهنا يبقى ماخدوش لحد ايه؟ لحد النيجاتيف انفينيتي. يبقى السوليوشن بتاعي هي ايكوال من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 ايه؟ مش معايا. من اول النيجاتيف 3 لحد النيجاتيف انفينيتي وهنا من النيجاتيف 3 لحد ال 1 المطلوب الديفرنس اللي موجود هنا ومش موجود هنا. طب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ كل السكشن ده. طب نيجي للنيجاتيف 3 موجوده هنا وهنا تبقى اوبن، يبقى ده هيكوال معانا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 3، والنيجاتيف 3 از ايه؟ از اوبن. نمبر 7 من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال 2 وال 2 كلوزد. ومن اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال 0 وال 0 كلوزد. عايزين اللي موجود فوق ومش موجود تحت، اللي موجود هنا ومش موجود هنا. واضح ان هي السكشن ده التو عندك ظاهره والباوند بتاعتها از كلوزد. هنا الزيرو موجود هنا وهنا ماخدوش، يبقى من اول الزيرو لحد التو والزيرو عندي اوبن والتو ايه؟ والتو كلوزد. نمبر 8 من اول ال 3 عندي اوبن لحد النيجاتيف انفينيتي. الناحية التانية من أول الفور لحد الإيه؟ لحد البوزيتيف انفينيتي. طب إحنا عايزين اللي موجود هنا وموجود هنا، يبقى هيديك إيه؟ هيديك كل الآر ما عدا مين؟ ما عدا السكشن ده. طب نيجي نبص للباوندريز، هنا الثري موجودة؟ لا مش موجودة. يبقى لازم تكون موجودة في الإيه؟ في الديفرنس مع الآر. طب هنا الآر موجودة؟ مش موجودة، يبقى لازم أحطها في الإيه؟ في الديفرنس برضك اللي مع الايه؟ اللي مع الار. يبقى السوليوشن بتاعي هيبقى الار ديفرنس مين؟ ديفرنس ال3 والايه؟ وال4. اكسرسايز 9 كومبليت ذا فولوينج. عندي الانترفال من اول ال3 لحد ال5 طيب عندي السيت اوف اليمنت ال3 وال5، ادي ال3 وادي الفايف. طيب المطلوب ايه؟ المطلوب اليونيون، يعني ده يونيون ده. طبعا هيديك الايه؟ هيديك ال 3 وال 5. طيب هنا ال 3 وال 5 بس الاثنين اوبند. يونيون ال 3 وال 5 كتو اليمنت، يبقى هيديك ايه؟ دول هيخشوا هنا، يبقى هيديك بردك نفس الانترفال اللي هي الايه؟ ال 3 وال 5 والاثنين ايه؟ والاثنين كلوزد. طيب نمبر 3 تعالى ال 3 وال 5 بردك، ادي ال 3 اهي وادي ال 5. انترسكشن مين؟ ال 3 وال 5. طيب رينج انترسكشن اليمنتس، يبقى هيديك مين؟ هيديك التو اليمنتس دول، يبقى اكنها هتيكوال ال 3 والايه؟ وال 5. طيب ال 3 وال 5 والاثنين اثنين اوبن، وعندي البوينت دي كده والبوينت دي كده، عايز الانترسكشن ما بينهم. طيب هي ال 3 اوريدي مش هنا هي وال 5، يبقى الانترسكشن ايه؟ يبقى الانترسكشن 5. 3 وال 5 والاثنين كلوزد، وال 3 وال 5 از ان اليمنت. طب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ واضح ان الرينج ده وزاويه ال 3 وال 4، يبقى ال 3 وال 5 از رينج والباوندريز ايه؟ والباوندريز اوبن. طيب نمبر 6
من اول الثري والفايف والاتنين اوبن ديفرنس الثري والفايف ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا يبقى هي ايه هي دي برضك الرينج ده كله مش موجود يبقى الثري والايه الثري والفايف نمبر 7 الثري والفايف as an element two numbers 3 و 5 والرينج عندي 3 و 5 closed ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا لا الاثنين موجودين يبقى 5 طيب ال 3 وال 5 difference الانترفل دي والانترفل دي open اللي موجود هنا ومش موجود هنا ال 3 وال 5 موجودين هنا ومش موجودين هنا يبقى هيديك مين؟ هيديك ال 3 وال 5 اكسرسايز 9 بيقول لي من اول ال 3 لحد ال 5 والاثنين اوبن وعندي ال 3 as a point وعايز مين؟ عايز اليونيون يبقى واضح ان ال 3 هتخش فين؟ في الرينج ده يبقى هي نفس الرينج بس عندك ال 3 هتبقى ايه؟ هتبقى closed يبقى ال 3 وال ايه وال 5 طيب هنا ال 3 وال 5 as a range والاثنين closed طيب وعندي ال 5 وعايز الديفرنس اللي موجود فوق ومش موجود تحت يبقى واضح ان هو كل الرينج ده بس ال 5 هتبقى عندها ايه هتبقى عندها open يبقى هتبقى 3 وال 5 وال 5 عندها ايه؟ عندها open. نمبر 11 ال 2 وال 5 والاثنين open. intersection مع negative 2 as a point و 3 as a point وال 4 as a point. يبقى الانترسكشن هيديك ايه؟ هيديك ال 2 بوينتس دول ان هم اللي موجودين هنا بس يبقى ده هيديك ال 3 والايه وال 4 as an ايه as an element طيب نمبر 12 من اول النيجاتيف 3 لحد ال 5 ادي النيجاتيف 3 وادي ال 5 يونيون من عندي النيجاتيف 2 عندي ال 3 عندي الايه عندي ال 4 طبعا كل دول موجودين هنا يبقى هيديك نفس الايه الانترفال الكبيره ديت اللي هي من اول النيجاتيف 3 لحد الايه لحد ال 5 نيجي نشوف اكسرسايز 10 عندي اول حاجه من ال 1 و 7 يونيون الانترفال دي ادي ال 1 اهي وادي ال 7 يونيون ال 3 وال 5 يونيون ال 3 وادي الايه وادي الفايف عايزين الانترسكشن يبقى هيديني الايه الكبيره يعني من اول ال1 لحد الايه لحد ال7 اللي بعديها من اول النيجاتيف 3 لحد ال2 والثانية ال 0 وال 2 طب عايز الديفرنس اللي موجود فوق ومش موجود تحت النيجاتيف 3 بقى دي عندك ظاهرة عندك هنا ال 0 عندك المفروض اخده يبقى ايه؟ يبقى اوبن يبقى عندي هيديني من اول النيجاتيف 3 لحد ال 0 والاثنين اوبن هنا من اول ال 3 لحد ال 4 وعندي ال 3 open وال 4 closed عايز اليونيون دي موجوده هنا ومش موجوده هنا ودي مش موجوده هنا ومش موجوده هنا يبقى اخدهم الاثنين يبقى هدي من اول ال 3 وال 4 والاثنين ايه والاثنين closed يبقى هت equal ال 3 وال 4 والاثنين ايه والاثنين closed problem 4 ال 2 وال 5 وعندي ال 2 open يبقى ادي ال 2 وادي ال 5 الناحية التانية عندي ال 2 closed وال 5 open
طيب عايزين نعمل لهم انترسكشن، خد بالك التو مش موجود هنا وموجود هنا، ما ينفعش اخدها، لازم تكون موجوده في الاثنين. كذلك الفايف، يبقى هاخد الرينج اللي جوه وزاويه الباوندرز، يبقى ايه الانترفال دي والباوندرز عندي از ايه از اوبن، يبقى 2 وايه و5. اللي بعديها 3 وال5، ادي ال3 لحد ال5 ديفرنس، ال3 عندي كلوزد 5 اوبن. عايز اللي موجود فوق مش موجود تحت، واضح ان اللي موجود فوق مش موجود تحت مين؟ البوينت اللي هي الايه اللي هي ال5. طيب نمبر 6 من اول ال3 لحد ال7، ادي ال3 لحد ال7، ومن اول ال4 لحد ال7. اللي موجود فوق مش موجود تحت، طبعا ال3 عندك ظاهره يبقى اكتبها على طول. ال4 عندي نفكر فيها، وعايز اللي موجود هنا ومش موجود هنا، طب ال4 هنا وهنا يبقى ما اخدهاش، يبقى هيديني ال3 closed وال4 ايه وال4 open. طيب هنا ال2 وال7 الاثنين closed، ال2 عندي هنا open، ال7 open. اللي موجود فوق مش موجود تحت، واضح ان هي الباوندرز اللي هي ال2 وال ايه ال2 وال7، بس تكتبهم as a set of element، يبقى عندي ال2 وال ايه وال7. بروبلم 8 من اول النيجاتيف 2 لحد ال4، ادي النيجاتيف 2 وادي الايه وادي ال4. طيب وعندي من اول ال4 لحد ال6، ادي ال4 لحد ال6، عايز الانترسكشن، واضح ان هي البوينت دي، طب هنا موجوده هنا وهنا يبقى خدها، يبقى ال4 ايه ال4 موجوده معايا. طيب اف اكس انترسكشن 2 and 7 equal ده، يعني ده السوليوشن، يبقى انا عندي السوليوشن عندي هنا ال3 والايه ال3 وال4، ادي ال3 كده اهو، ال3 اهي وال4 عندي ايه open. طيب ودي اللي هي 2 وال7، ادي كده 2 لحد مين لحد ال7. بيقول لك ايه بقى، عندي حاجه هنا هيتعمل لها انترسكشن مع دي يديني دي. طيب يبقى واضح ان ال3 كانت موجوده. طيب خد بالك هنا الريزلت ال4 ايه؟ ال4 مش معايا، يبقى هي ما دخلتش في الانترسكشن، يبقى هتبقى الايه؟ ال3 والايه؟ ال3 وال4 وال4 اوبن، يبقى الاكس هتيكوال ال3 والايه؟ وال4. ممكن تاكد او انت عملتها اعملها تاني، هتلاقي ال3 معايا وال4 مش معايا وخدت الرينج ده. بروبلم 10 بيقول لي اف اكس از ا بوزيتيف ريل نمبر زين اكس جريتر زين اكس سكوير هوين وات. خد بالك لما يكون اكس بوزيتيف ريل نمبر مستحيل ابدا يكون الاكس سكوير اقل منه، ده الا في حاله ايه؟ ان هو يكون فراكشن. يعني لو انا قلت لك فور اكزامبل 2 السكويرنج بتاعها 2 ايه؟ 2 سكوير ايكوال كام؟ ايكوال 4، يبقى اكيد السكويرنج بتاع النمبر دايما هيبقى جريتر ذان النمبر. طب لو جيت قلت لك مثلا 0.2 هات لي السكويرنج بتاعها، هيبقى ال 0.2 ايه سكوير اللي هتيكوال معايا 0.2 تايمز 0.2 هيطلع معانا كام؟ 0.04، يبقى هيطلع ليس ذان الايه النمبر الاصلي. يبقى في حاله واحده بس يكون السكويرنج بتاع النمبر ليس ذان النمبر، ان هو يكون فراكشن ليس ذان 1. طيب الفراكشن ليس ذان 1 هيبقى من اول فين لحد فين؟ لو انا عندي النمبر لاين اهو، يبقى من اول هيبقى من اول الزيرو لحد مين؟ لحد الايه؟ لحد ال1. طيب انا هاخد ال1 معايا؟ لا مش هاخده معايا، عشان هو بيقول لي ان الاكس سكوير ليس ذان الاكس. لو كان قال لي ليس ذان اور ايكوال كنت هاخد معايا الايه؟ ال1، وما ينفعش اخد بردك معايا الزيرو، لان السكويرنج بتاع الزيرو هيكوال بردك زيرو، يعني الاكس بتبلونجس هنا الايه؟ للزيرو والايه؟ وال1. اكسرسايز 11 تشوز ذا كوركت انسر فروم ذا جيفن وانز. اول حاجه عندي بيقول لي الانترفال دي ديفرنس السيت اوف اليمنتس ديت. طبعا انت لازم ترسم كل المسائل دي عشان يبقى الحل واضح ايه واضح معاك. ادي النيجاتيف 3 وادي عندي ال4
عندي هنا two elements عندي two numbers عندي ال negative three وعندي ال five هيبقى من أول هنا من أول ال four لحد ال negative three ومش هاخد معايا الإيه ال negative three هيبقى ال four closed وال negative three إيه open اللي هي طبعا هتبقى b. طب اللي بعديها بيقول لي if x belongs to من أول ال negative three لحد ال infinity هات أدي ال negative three أهي لحد الايه البوزيتيف انفينيتي كل الرينج ده. طيب زين عند اكس ليس ذان نيجاتيف 3 يعني كده ولا ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 3 برضك كده ولا جريتر ذان نيجاتيف 3 اللي هو ده بس خد بالك جريتر ذان مفيش ايكوال ولا جريتر ذان اور ايكوال لا طبعا واضح ان جريتر ذان اور ايه اور ايكوال. طب اللي بعديها طيب بيقول لي الاكس مديني ديسكريبشن ميثود بيقول لي ات ايكوال اكس هو اكس بيلونجز تو الار يبقى طالما بيلونجز تو الار يبقى هرسم انترفال. طب الاكس جريتر ذان 2 يبقى انا عندي ال 2 اهي وليس ذان اور ايكوال 5 يبقى ليس ذان اور ايكوال ال 5 يبقى هي الحته ايه الحته دي. طيب زين ال 3 وال 4 السكشن ده كده من اول ال 3 لحد ال 4 ايه علاقته بالايه بالاكس هل بي بلونجز تو طبعا ده سيت اوف اليمنت وسيت اوف اليمنت يبقى هختار ما بين السبسيت والنوت سبسيت يبقى واضح ان الجزء ده سبسيت من الايه من الاكس. بروبلم 4 بيقول لي الاليمنت 3 معمول له لما اعمل له انترسكشن مع الانترفال دي واضح ان هو ايه جوه الانترفال يبقى هيديني ايه هو الاليمنت ايه الاليمنت 3. طيب مديني السيت اوف اليمنت ال 8 وال 9 وال 10 ديفرنس الانترفال دي يعني اللي موجود هنا ومش موجود هنا. خد بالك ال 8 موجوده هنا ومش موجوده هنا، طب ال 9 موجوده، طب ال 10 موجوده هنا ومش موجوده هنا، يبقى السوليوشن بتاعي هيبقى ال 8 وال 10. طيب اللي بعديها السم اوف اول نمبرز ان من اول النيجاتيف 75 لحد ال 75 از وات؟ طب خد بالك ان كل واحد بيشيل اللي قدامه، يعني النيجاتيف 75 موجوده وال 75 موجوده، لما اجي اعمل لهم بلس هيديني زيرو. يبقى كل تو نمبرز قدام بعض على النمبر لاين هيديني زيرو يبقى واضح ان كل السم اوف اول ريل نمبرز هيديني ايه زيرو. خد بالك لو واحده من دي اوبند يعني لو النيجاتيف 75 دي اوبن لا يبقى 75 موجوده ودي مش موجوده يبقى السوليوشن عندي هيبقى 70 ايه ال 75. اكسرسايز 12 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. اول واحده الار انترسكشن الانترفال دي طبعا الار انترسكشن اي انترفال هيديك نفس الانترفال يبقى من اول النيجاتيف 3 والايه وال3. طيب الار يونيون اي حاجه هيديك ايه يديك الار. طيب نيجي نشوف هنا الار ديفرنس بقى لا ارسم احسن. طيب الار يبقى انا عندي كل الايه الريل نمبر. طيب الانترفال دي من اول النيجاتيف 1 لحد الايه البوزيتيف انفينيتي. المطلوب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا يبقى السكشن ده. طب النيجاتيف 1 موجوده هنا وموجوده هنا ما اخدهاش يبقى كل الايه كل السكشن ده يبقى هيديني من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 1. بروبلم 4 الار نيجاتيف ماينس الانترفال دي. خد بالك ان الار نيجاتيف بتبدا معايا من اول الزيرو بس الزيرو مش معايا لحد الايه النيجاتيف انفينيتي. طيب نرسم الانترفال الثانيه من اول النيجاتيف 3 لحد مين لحد ال1. المطلوب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا السكشن ده. طب النيجاتيف 3 هتبقى اوبن يبقى الحته دي هي الديفرنس اللي هو هيكوال معايا من اول النيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف ايه لحد النيجاتيف 3. طب هنا من اول النيجاتيف 2 لحد ال5 والناحيه الثانيه الار بوزيتيف المطلوب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا يبقى السكشن ده النيجاتيف 2 عندك واضحه صريحه ايه. طب هنا ده موجود موجود هنا ومش موجود هنا يبقى هاخده يبقى الزيرو عندي برضك هنا ايه كلوزد يبقى من اول النيجاتيف 2 لحد الايه لحد الزيرو.
problem 6 الانترفال من الاول النيجاتيف 2 لحد 2 ديفرنس الار نيجاتيف. الار نيجاتيف اهي. طيب ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ السكشن ده التو عندي كلوز ده اهي. طب موجود ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ تعالى بقى عند الزيرو ده موجود هنا ومش موجود هنا، يبقى اخده معايا، يبقى من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد التو. طيب اللي بعديها من اول النيجاتيف 3 لحد التو، ده معمول له انترسكشن مع زد بوزيتيف. زد بوزيتيف اللي هي الايه؟ دي اللي هي السيت اوف اليمنت من اول عندي. الزد بوزيتيف خد بالك ما فيهاش الزيرو، يعني الزد بوزيتيف بادئ معايا من اول ال1 وال2 وال3 وال4 وانت ماشي كده، يبقى عندي الانترسكشن هيبقى 1 وايه؟ هيبقى 1 و2. اللي بعديها الان، الان اللي هي الناتشرال نمبر، خد بالك الناتشرال نمبر موجود فيها الزيرو، يعني الزيرو موجود معايا وال1 وال2 وال3 وال4 وانت ماشي في الايه؟ لحد البوزيتيف. ده انترسكشن من اول النيجاتيف 5 لحد ال2 وال2 ايه؟ وال2 اوبن. مين اللي موجود هنا وموجود هنا؟ يبقى واضح ان هو الزيرو والايه؟ الزيرو وال1. طيب نمبر 9، الزد كلها، الزد كلها اللي هي مين؟ كل الايه؟ كل النمبرز البوزيتيف والنيجاتيف ومعايا مين؟ ومعايا الزيرو. دول مالهم؟ ده بيقول لي انترسكشن من اول النيجاتيف، معمول انترسكشن مع الانترفال من اول النيجاتيف 1 لحد ال3 وال3 ايه؟ وال3 اوبن، يبقى هيديني مين؟ هيديني النيجاتيف 1، هيديني الزيرو، هيديني ال1، هيديني ال2، مش هيديني الايه؟ مش هيديني ال3. يبقى هم الفور اليمنتس دول اللي هو النيجاتيف 1 0 1 وايه و2. بروبلم 10 الار بوزيتيف كلها، الار بوزيتيف خد بالك ما فيهاش الزيرو، يبقى عندي الزيرو اوبن وماشي لحد البوزيتيف انفينيتي. طيب معمولها انترسكشن مع الزيرو عندي هنا كلوزد وال5 ايه؟ closed، يبقى هيدي كل السكشن ايه ده، بس الزيرو مش ايه؟ الزيرو مش معايا، يبقى هيدينا من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد الفايف. اللي بعديها الار نيجاتيف انترسكشن الانترفال ده، الار نيجاتيف الزيرو برضك مش معايا، معمول لها انترسكشن مع النيجاتيف 3 وال2، النيجاتيف 3 عندي كلوزد وال2 عندي كلوزد، يبقى الانترسكشن السكشن ده، يبقى النيجاتيف 3 معايا والايه وال0 مش معايا، يبقى هيدينا من اول النيجاتيف 3 لحد الايه؟ لحد الزيرو. الاكسرسايز اللي بعد كده ده ماتش، طبعا حاجه سهله جدا، بيقول تشوز فروم كولوم بي ذا سوتابل انترفال ويتش ريبريزنتس الفيجر في الكولوم ايه. طيب المنظر ده اللي هو ايه؟ من اول عندي النيجاتيف 3 عندك كلوزد وال1 اوبن، هو عايز السكشن ده، يبقى انا عندي النيجاتيف 3 عندي اهي كلوزد وال1 اوبن، يبقى هي دي، يبقى دي اللي هي 1. طيب بروبلم 2 عندي المنظر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كل ريل نمبر ديفرنس مين؟ ديفرنس السكشن ده. طب السكشن ده النيجاتيف 3 هنا موجوده معاك ولا مش معاك في السكشن اللي جوه؟ لا مش موجوده معايا، يعني النيجاتيف 3 عندي اوبن. طب وال1؟ ال1 موجود معايا في السكشن، ان هو مش داخل فين؟ في الار. يبقى انا عندي هيبقى الار ديفرنس النيجاتيف 3 اوبن وال1 كلوزد، اللي هي دي. طيب هنا عايز الحته دي بس، دي عندي انترفال نيجاتيف 3 و1 والاثنين ايه؟ والاثنين اوبن، يبقى دي كده. طيب هنا السكشن ده كله ديفرنس ده، خد بالك هنا ال 3 النيجاتيف 3 داخله هنا وال1 داخل هنا، هيبقى الار ماينس الايه؟ الانترفال ده والاثنين عندك ايه؟ اوبن، يبقى اللي هي دي بقى نمبر ايه؟ دي نمبر 4. طيب هنا عندي ال 5 كل الانترفال دي اكسبت ال 1 اللي هي ايه؟ تبقى دي. اكسرسايز 14، تو كاينز اوف فود
The first kind needs to be kept in a temperature between a negative 3 و 4. بيقول لي between negative 3 و 4. يبقى من أول الـ negative 3 لحد الـ لحد الـ 4. خد بالك قال between، طالما قال لي between يبقى negative 3 مش معايا والـ 4 مش معايا. لو قال لي in a temperature from negative 3 to 4 يبقى الـ negative 3 والـ 4 هيكونوا معانا. طيب and the other kind needs to be kept in a temperature between الـ 2 والـ 10. يبقى من أول الـ 2 لحد الـ لحد الـ 10. طيب يقول لي what is the temperature needed to keep the two kinds or together at the same place. يبقى واضح ان هو الانترسكشن، هيبقى من اول طالما انترسكشن يبقى التو هنا مش معايا، يبقى من اول التو لحد لحد الفور. يبقى حمالين نحل الاكسرسايز ده، هنقول the temperature needed هتبقى is between L2 and L4 degrees. Exercise 15. Choose the correct answer from the given ones. بيقول لي in the opposite figure، مديني الفيجر ده، بيقول لي if x is a real number then x belongs to what. ادي الاكس اهو، الاكس سكوير جريتر ذان الاكس والاكس كيوبد ليس ذان الاكس، يبقى لازم يكون نيجاتيف لان الاكس كيوبد في النيجاتيف هيديني ليس ذان الاكس. طيب يبقى انا النيجاتيف عندي الار نيجاتيف، وعندي مين، وعندي دي برضه كلها نيجاتيف، ودي عندي كلها نيجاتيف. طيب دي الار نيجاتيف تفرق ايه عن الانترفال دي؟ الار نيجاتيف عباره عن من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو، والزيرو مش معايا. طيب تفرق ايه الانترفال دي عن دي؟ السكشن من اول النيجاتيف 1 لحد مين؟ لحد الزيرو. طب ده نفصل في السكشن ده، خد نمبر في الايه في الانترفال دي، خد مثلا نيجاتيف 1 اوفر اوفر 2. النيجاتيف 1 اوفر 2 لو جيت عملتها سكويرنج يديني 1 اوفر 4، يبقى هيبقى على الرايت بتاعه. طب لو جيت عملت لها كيوبنج هيديني نيجاتيف 1 اوفر اوفر 8. خد بالك بقى ان النيجاتيف 1 اوفر 8 ده جريتر ذان نيجاتيف 1 اوفر 2، يبقى السكشن ده انا ما ينفعش احققه معايا، ما اخدوش معايا، يبقى ما ينفعش اختار الايه؟ الار نيجاتيف. طيب تعالى نشوف هل النيجاتيف 1 هناخده ولا مش هناخده. لو انا قلت لك الاكس بنيجاتيف 1 السكويرنج بتاعه هيطلع هيطلع 1، تمام، لان السكويرنج هيبقى جريتر ذان الايه؟ الاكس. طب نيجاتيف 1 كيوب هيديني نيجاتيف 1، يبقى هيكوال، يبقى الاكس ايكوال اكس كيوب، يبقى ما ينفعش اخد النيجاتيف 1 معايا، يبقى هتبقى هتبقى دي. اللي بعديها بروبلم 2، بيقول لي اف اكس بيلونجز تو من اول النيجاتيف 3 لحد ال 4 زين اكس سكوير بيلونجز تو وات. طيب خد بالك انت عندك اي حاجه نيجاتيف لما اجي اعمل لها سكويرنج هيديني هيديني بوزيتيف، يعني النيجاتيف 2 سكوير نيجاتيف 3 سكوير هيديني 9. طب ممكن بقى انت تقول هتقول والله بعد ايكوال معايا من اول ال 9 لحد ال لحد ال 16. خد بالك لو عملت كده يبقى انت غلطت غلطه. ايه هي؟ لان انت عندك ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 من يعني الاول هنا عندك من اول ال 0 لحد ال 4. من اول ال 0 لحد ال 4 لما اجي اعمل لهم سكويرنج هيبقى هيديني من اول ال 0 لحد ال 16. ومن نيجاتيف 3 لحد 0 هيبقى برضك انكلودد من اول الزيرو لحد ال 16، يعني المفروض الاكس سكوير هتبلونجز تو من اول الزيرو لحد ال 16. طيب نيجي اللي بعديها، بيقول لي اف اكس بلونجز تو من اول النيجاتيف 5 لحد ال 4، يبقى الاكس سكوير بتبلونجز تو خد بالك هتبقى زي اللي فوق، بس النيجاتيف 5 سكويرنج هيديني 25 وال 4 عندي هيديني 16، يبقى هتبدا معايا من اول الزيرو لحد الـ 25. اللي بعديها الاكس عندك بتبلونجز تو الانترفال دي، يبقى النيجاتيف روت اكس هيبلونجز تو طب لو نيجاتيف روت اكس يبقى ده عندي كده المفروض ده هيبقى 1، وده الروت بتاعه يبقى يبقى 4، يبقى النيجاتيف روت اكس هيبلونجز تو من اول
اوعى تقول لي من اول ال 1 لحد ال 4، بقول لك نيجاتيف. يبقى طالما نيجاتيف يبقى هيبقى من اول النيجاتيف 1 لحد النيجاتيف 4، يبقى دي هتبقى من اول النيجاتيف 4 لحد النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف 1. اللي بعديها الاكس اذا سبست فروم الايه؟ الار. طيب والتو والانترفال دي ديفرنس الاكس ايكوال ال 2 اند 5 والاثنين اوبن، يبقى الاكس هتيكوال ايه؟ طيب انا عندي ايه الاكس تكون ايه عشان نطلع الباوندريز؟ يبقى واضح ان هي الايه؟ ال 2 والايه؟ ال 2 وال 5. بروبلم 6 اف اكس از ا سبست اوف ار اند الانترفال دي يونيون الاكس يديني ايه؟ ده زين اكس ايكوال واط. دي افضل حاجه ليك ترسمها، يعني مثلا دي كده، دي من اول فين لحد فين؟ انا ادي التلاته اهم، وادي الزيرو. طيب هنا بيقول لي ايه السوليوشن عندي من اول ال1 لحد ال7، ادي ال1 وادي الايه؟ وادي ال7. طيب والاكس عندي اول انترفال عندي من اول ال4 لحد الايه؟ لحد ال7. طيب من اول ال4 عندي لحد ال7 اعملها انترسكشن مع ايه عشان يديني الايه؟ ده كله. يبقى واضح يكون من اول ال1 لحد مين؟ لحد ال4. طب ال4 عندك هنا اصلا اوبن، يعني حتى لو خدتها هنا وجيت تعمل يونيون لا ينفع تاخدها معايا. طب يبقى اعملها كده اهو، يبقى ده يونيون ده يديني كل ده. نيجي نبص هنا، يبقى انا عايز من اول ال1 لحد الايه؟ لحد ال4. هل موجوده؟ مش موجوده هنا الفور. ايه الفور هنا عندي اوبن. يبقى انا بس عندي الفايف كلوزد، لا يبقى اخش بقى لحد الفايف كده واخليها كلوزد، ويبقى هي الايه؟ يبقى هي دي. طيب اللي بعديها اف ام سبست من الار والام انترسكشن ده ايكوال ده زي اللي فوقيها بالظبط، هنرسمها. السوليوشن عندي من اول ال 3 عندي كلوزد وال 8 عندي ايه؟ اوبن. طيب ده انترسكشن من اول ال 3 لحد ال 8. طيب الاكس انترسكشن الجزء ده اداني ايه؟ اداني ده من اول ال 3 لحد ال ايه؟ لحد ال 8. طب نيجي نبص على السوليوشن، خد بالك هنا ما عندكش 3 خالص كلوزد، لكن انا عندي هنا 3 وال7 وعندي 3 وال9، لا يبقى ينفع تاخد 3 وال9، يبقى هتبقى الايه؟ 3 وال9. بروبلم 8 اف الانترفال دي انترسكشن الانترفال دي ايكوال نيجاتيف 2 و3 زين كي ايكوال وات، نرسمها. وادي الزيرو عندي السوليوشن عندي من اول النيجاتيف 2 لحد ال 3 وال 3 عندي ايه؟ اوبن. ادي النيجاتيف 2 وادي ايه؟ ال 3. السات دي من اول النيجاتيف 2 لحد الايه؟ لحد ال 5 وال 5 كلوزد بردك. طيب يبقى طالما ده الانترسكشن، يبقى من اول النيجاتيف انفينيتي وانا جاي لحد فين؟ خد بالك دي مش معايا، يبقى لازم دي مش تبقى ايه؟ مش تبقى معايا. يبقى الكي عندك هتيكوال ايه؟ يبقى الكي عندك ديت هتيكوال كام؟ هتيكوال 3. طيب مديك الانترفال دي انترسكشن دي ايكوال دي زين اكس باور واي ايكوال وات، طبعا ترسمها. السوليوشن عندك 2 و 3. اول واحدة عندك من اول النيجاتيف 1 لحد الاكس، والتانية من اول الواي لحد الفايف. الانترسكشن ده يديني ده، يبقى دي لو جت دي هنا من اول هنا كده لحد هنا
ودي بنقولها لحد هنا يبقى اللي في النص مش هيجي، يبقى لازم دي تاخد لحد هنا. طب ده معايا يبقى لازم يكون هنا وهنا. طيب دي ما ده هيروح فين؟ هيجي برضك من فوق، يبقى لازم دي برضك كيدز. يبقى دي كده، يبقى الاكس عندي هتبقى من اول النيجاتيف 1 لحد مين؟ لحد ال 3. والواي عندي هتبقى من اول ال 2 لحد الايه؟ ال 5. يعني الاكس عندي ايكوال 3 والواي ايكوال كام؟ ايكوال ال 2. يعني الاكس باور واي هت ايكوال 3 باور 2 which is ايه؟ which is 9. اخر اكسرسايز معانا، if x intersection y بيديني 4 و 7 و x union y يديني 3 و a و 7 and x is a subset of a of y، عايز ال a ال x وبعد عايز ال x وال y وبعد كده هات لي ال a هات لي الديفرنس ما بينهم. تعالوا نرسمها. x intersection y يديني 4 و 7 يبقى من اول ال 4 لحد ال ايه؟ لحد ال 7. ده x intersection ايه؟ intersection y. طب x union y من اول ال 7 لحد ال ايه؟ لحد ال 3. يبقى طالما intersection يبقى ال intersection ده يبقى الصغيره موجوده، يبقى اكيد الاكس هتكون من اول 4 لحد ال 7 والواي عندي هتكون من اول ال 3 لحد الايه؟ ال 7 او العكس. او ما ينفعش خد بالك اقول ان الاكس من اول من اول ال 3 لحد ال 4 والواي من اول 4 لحد ال 7 لان الانترسكشن هيكون 5. يبقى لازم الاكس هتبقى من اول ال 4 لحد ال 7 يبقى دي كده تبقى الاكس، والواي هتبقى من اول ال 3 لحد الايه؟ ال 7. يبقى الاكس عندي هت ايكوال من اول ال 4 لحد ال 7 والواي عندي هت ايكوال من اول ال 3 لحد الايه؟ ال 7. تعالى اعمل كده انترسكشن. لما اكون الاكس من اول ال 4 لحد ال 7 وال 3 من اول والواي من اول ال 3 لحد ال 7 الانترسكشن يديني ايه؟ ال 4 وال 7 واليونيون يديك الايه؟ ال 3 وال 7. وخد بالك بيقول لك الاكس سبست من ايه؟ من واي. واحنا كده جبنا الاكس والواي، عايزين اللي موجود في الواي ومش موجود في الاكس هيبقى اللي هي من اول ال 3 لحد الايه؟ ال 4 وال 4 مش معايا. يبقى الواي ديفرنس الاكس هيكوال معانا من اول ال 3 لحد ال 4 وال 4 ايه؟ وال 4 مش معانا.